اليوم سنعرض عليكم 5 ألغاز، 10% فقط من يستطيعون حلها. مستعد؟ ضلت لولا الطريق فوجدت قلعة دخلتها ولم تكن تعلم إنه فخ، وسمعت صوتا خلفها يقول: أمامك 3 أبواب وتستطيع الخروج من هذه القلعة. الباب الأول وراء أسد لم يأكل منذ 5 أشهر، الباب الثاني وراه نار، الباب الثالث خلفه ثعابين سامة. أي باب ستختار؟ إذا استطعت الإجابة على السؤال فإنك حقا ذكي، اضغط لايك. وهيا للسؤال الثاني. توجد 4 ثمرات من الكمثرى في السلة و4 أشخاص في الغرفة. حتى الآن كل شيء على ما يرام، ولكن هم كل شخص بأخذ ثمرة واحدة من الكمثرى، وبالرغم من ذلك تبقت ثمرة واحدة في السلة. كيف حدث ذلك؟ هل تستطع تحديد كم عدد المربعات الموجودة في الصورة؟ ذهب شخص أصم إلى متجر الزهور ليشتري لزوجته الحبيبة باقة من الزهور. كيف تستطيع أن يشرح للبائع أنه يريد نفس باقة الزهور التي سبق واشتراها من قبل؟ لغز الحلقة السابقة. شاء القدر أن يتاح للسجين 3 مخارج للهروب، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة. فأول مخرج يوجد أمامه كلب مفترس، أما المخرج الثاني فيوجد أمامه مواد خطيرة سوف تنطلق بعد مرور 5 دقائق، أما المخرج الثالث والأخير فيوجد به حارس ومعه سلاحه الخاص. ساعد الساجين في اختيار المخرج المناسب. ما المفقود في الصورة؟ اترك لنا في التعليقات إجابة السؤال وعدد الإجابات الصحيحة التي قمت بحلها.